حياة زينة للموت، فإن الموت لاقيك فلا تجزع من الموت، اتحل بناديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. كانت الحوراء زينب، زينب عليها السلام على مقربة من الإمام، فسمعته فقالت: يا نتاق يا أمير المؤمنين، أردت هذه الليلة على نفسك يا نور عيني. شمعة يا أنا شمعة الميت وبيك دامان، وفراقك يا حيدر والله جتان. أخوانا يا أي ونا 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 زينب تسمع الأرباب، والله جتا وناعت ونا بأذر ونا يبوي أخلافك احنا يتام، ونا بعد منهم يا حماي الحمية. اكشن أنا ويا زينب أمهاتي يا بعد منهم يا حماي يا حمي. فذهبت الحوراء زينب عليه السلام إلى الإمام الحسن. أبي أبا محمد، إن أبي أمير المؤمنين قد ثبت في باب الزيت ومن سن الزيت. سمع الوضع يا أستاذ. أبي أقسم عليك بالله أن تخرج معه يا نور عيني. أبتا يا أمير المؤمنين، أبتا أراك هذه الليلة تنعى نفسك. يا أبا محمد، ما منا أهل البيت من ينعى نفسه. بني بني، أقسم عليك بالله إلا ما رجعت إلى الدار لقد شاء الله أن أذهب إلى المسجد بمفردي. أقسم عليك بجدك رسول الله إلا ما رجعت. سبحان الله يا أبتا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعدما وصل إلى المسجد دخل الإمام عليه السلام وتوجه إلى محرابه. وحمد الله وأثنى عليه ثم توجه إلى المأذنة ووضع سبابتيه في أذنيه ثم أخذ يؤذن: الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلم يبقى في الكوفة بيت إلا واقترب صوت الإمام ثم نزل من المأذن وهو يسبح الله ويقدسه ويكثر بالصلاة على محمد وآل محمد ثم طبقة النائمين في المسجد وهو يقول قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولم يزل الإمام عليه السلام يفعل ذلك حتى وصل إلى ابن ملجم اللعين وهو نائم على وجهه وقد أخفى سيفه تحت إزاره فقال الإمام ما هذا قل إلى الصلاة ما هذا قم إلى الصلاة إن نومتك هذه يمقتها الله ورسوله إنها نومة الشياطين ونومة أهل النار يا هذا نم على يمينك فإنها نومة العلماء أو على يسارك فإنها نومة الحكماء أو نم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هذا لقد هممت بشيء تكاد السماوات والأرض يتقطرن منه وتخر الجبال ولو شئت لأنبأتك لا تخفيه تحت ثيابك يا ابن ملجم لو شئت لأنبأتك ما تخفيه تحت ثيابك أريد حياته ويريد قتله أريد حياته ويريد قتله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم تركه الإمام عليه السلام وتوجه نحو محراب فقال الإمام عليه السلام الله ثم صلى الإمام عليه السلام لأصحابه وإذا باللعين ابن ملجم من خلفه والأشعث واقفون عند باب المسجد يتفقدون الطريق ووقف ابن ملجم خلف الإسطوانة وأخرج سيفه وبعد أن سجد السجدة الإمام السجدة الأولى وهم برفع رأسه تقدم اللعين وهو يصيح الحمد لله ليس لك علي فقال الإمام بجد ورب الكعبة قتل من يهودية قتل ابن ملجم أويلي أويلي صاحب صوت عاد الحبيب في استقبال وجد يا ابن الدعية أويلي أبو الأيتام عادر كل حياته والله فرد تبعي مهدي
ثم هبت ريح عاصفة سوداء مظلمة ونادى جبرائيل بين السماء والأرض. قدمت لله أركان الهدى والتمست لله نجوم السماء وأعلام التقى وانفصلت لله الأرض الوثقى تطلب عني مثلها قتل الوفي المجتمع قتل علي المرتضى قتل والله سيد الخمسية قتله أشقى الأشقياء. ولما سمعت الحوراء زينب عليه السلام مع جبرائيل لطمت وجهها وصاحت الصلاة الصلاة يرحمكم الله. خير الصفوف يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وصلى بهم الإمام الحسن عليه السلام. وكان الإمام علي عليه السلام يصلي أيام الجلوس وهو يمسح الدمع عن وجهه. والله خدم جرح الأمير وهو نصواب ومديد على رأسه يجزع صعبه.
والله ما تيد وعرف ام عصم الطبره وبجر النفس شم ريحه الزهره يا ابو والله فتح عينه ويعاين ولده بكتره بقدره والله يمسح بالدمع من جيبه تضاب وعندما اكمل الامام الحسن عليه السلام الصلاة جاء إلى أبي وهو يقول يا أبتاه يا أمير المؤمنين والله عز علي أراك خاتمة لا تزح على أبيك بعد الموت هذا جيشك محمد المصطفى مؤمن بفاطمة يقول عندك يقول علينا ونحن منتظر يا أبا محمد أقسم عليكم بالله إلا ما حملتموني إلى الدرك ثم حملوا أمير المؤمنين عليه السلام إلى الدار وهم يبكون كن أبدا يا علي وعندما قربوا من الدار وكانت الحمراء زينب عليه السلام وباقي العلويات واقفات خلف باب الدار فقالت الحمراء زينب عليه السلام يا نبا يا نبا يا نبا يا نبا والله من اين الاجا والشايلين الجايلين وانا على حي آخ بناتك يا ابو اليمة ودم بتشي يا دمنا يا ابو يا شلون بينا شلون بينا والله عمود البيت انت اللي تحمين ولما قربوا من الدار ثم قال الامام يا أولاد أقسم عليكم بجدكم رسول الله إلا ما أنزلتموني أخاف على أختكم زينب أن تراني وأنا في هذه الحالة وعندما شاهدته الحوراء زينب عليه السلام وقد جللته الدماء لطمت وجهها وصاحت يا نكاح يستاهل معون البجي الله يساعد قلبهم انا اسمع اول وصياح صبيان صبيان خافين جدا العادي يا طيبي لما سمع الحسن ويحسين صاح يا زينب
يقلعبون ارض بابا.